بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى. معاكم ضحى نجاح ومعايا زمايلي النهارده في تقديم الحلقه استاذ نجاح رضوان الصحفي الاسبق واستاذ اسلام شريده رئيس تحرير الشبكه العالميه للاخبار. اهلا بيكم. اهلا بيك. ممكن في بدايه الحلقه كده نبدي نبذه بسيطه عن اخر الاخبار العالميه الموجوده في الساحه دلوقتي استاذ اسلام؟ الاخبار العالميه بالنسبه للداخل المحليه ولا العالميه؟ عالميه 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 طبعا. هي الاخبار اللي بتشهدها الاحداث العالميه، الاحداث الامريكيه اللي بتحصل دلوقتي خاصة بعد الأزمة الأخيرة من اللي هم الناس اللي تابعين لترامب لما طبعا تجمعوا قدام البيت الأبيض، وفي أول حادثة على مستوى أمريكا إن البيت الأبيض يتم اقتحامه من الجماعات الأمريكية. طبعا ده الموضوع ده عمل قلق طبعا في وسط الساحة العالمية والسياسية، وقلب الأحداث وما زالت الأحداث مستمرة. دي أحدث الأحداث العالمية الموجودة دلوقتي. أنا آسف يعني، وغير مجرى كلمة ديمقراطية الأمريكية بالضبط، ودخول الكونجرس في حد ذاته لم تحدث من قبل، فعشان يخش بالكم الرهيب ده دليل إن ما فيش أمن متواجد أو ضعف أمني في محيط الكونجرس والبيت الأبيض ككل. فدي ثبت سهولة الاقتحام بالظبط. كمان كسرت الحاجز الأمني المعروف لدى أمريكا بجميع الدول العالمية. أنت أمريكا فين الكونجرس اقتحم وتم اقتحام، لبل حالة وفاة تمت داخل الكونجرس وحوالي أربع حالات مصابين. أربع حالات وفاة وحوالي وعشرات المصابين تم داخل الكونغرس مش بره، وده ساب علامة سيئة. وده يدعي معلش في الآخر إن السياسة الأمريكية أثبتت إن هي، أنا آسف وده قلته قبل كده، إن هي دولة عميقة تتحكم في المؤسسات الأمريكية. وده تتحكم في مين؟ الجمهوريين ولا الديمقراطيين؟ لا، الجمهوريين تفاصيل بايدن، انقسام واضح طبعا، انقسام واضح. وده هيسبب ازمه شديده في الشارع الامريكي، ويمكن توصل الى، انا اسف وانا متوقع، الى شهور من التناحر والصراع الامريكي داخل الشارع. لان ترامب عفوا دخل الشارع الامريكي وتحاز المواطن الامريكي، ولا انا مش دعوه بالعالم، انا ليا دعوه امريكا بس. واللي جابه ترامب من ماليات وماديات وصفقات لأمريكا كويس جدا في فترة الأربع سنوات بتاعته. ده رجعنا لمجمع أو موقف أوباما. أوباما تلميذه بايدن بالظبط كده. فالمجمع ده أو مجمع الجمهوريين مع احترامي هيصير مشاكل جامدة، هتوصل الى بادرة انقسام. انا اسف مع احترامي، في الفتره اللي فاتت دي تحديدا السلاح الامريكي طبعا موجود، لبال السلاح الامريكي وصل الى ثلاث اسلحه لكل مواطن امريكي. الفتره الاخيره دي تم شراء كل مواطن امريكي ما يقارب ثلاث اسلحه ليه. فالشعب الامريكي كله مسلح. كمان حاجه تانية، انا اسف، معظم العصابات المسلحة الأمريكية الكبيرة في صف ترامب، وده هتحصل مجزرة. أنا مش متفائل خير لأمريكا إلا حلها حاجات تانية ممكن أتكلم فيها لو سألت سؤال تاني. نتكلم فيها في حلقة تانية عشان الموضوع كبير ومحتاج تطول. احنا النهاردة حبينا نتكلم عن موضوع حلقتنا نص الكوباية المليان. الصورة قد ايه اتغيرت في البلد الفترة اللي فاتت، كم التطورات الرهيبة اللي حصلت الفترة اللي فاتت. في الحقيقة بعد الثورات اللي مصر عدت بيها اكتشفنا ان احنا عندنا نقص كبير في البنية التحتية، عندنا نقص كبير في الموارد، عندنا نقص كبير في حاجات كتير قوي. فالانجازات والخطة المحكمة اللي اتنفذت الفترة اللي فاتت دي عملت كمية مشاريع وتطورات في ظرف 6 سنين بس كان مفروض تحصل في 20 سنة مثلا. يعني كنا بنطوق لهذه التطورات والمشاريع من 30-40 سنة ما حصلتش، فعملناهم في ظرف 6 سنين.
فدي حاجة يشهد ليها التاريخ إن إحنا عرفنا طبعًا. نعمل ده في فترة قليلة جدا. طبعا الإنجازات اللي بتحصل دي يعني زي ما حضرتك قلتي ما يعني في سابقة لم تحدث لأول مرة. وبعدين إنجازات كل يوم، إنجازات على الأرض وإنجازات يعني بمشروعات عملاقة مش مشروعات عادية، يعني سواء بنية تحتية، إسكان، العشوائيات اللي هي كانت قنبلة موقوتة وتم فعلا التخلص منها، والرئيس وعد بإن هينهي العشوائيات في خلال 2020 وفعلا بدأت. هو ما زال طبعا يعني كل يوم مدن جديدة، وكل يوم كانت يعني بنشهد أحداث وأماكن كانت صعبة جدا زي الدويقة ومنشأة ناصر وأماكن كتيرة. بالأماكن دي أماكن كانت صعبة المعيشة فيها، حتى المعيشة الأدمية تحولت الناس، يعني حتى الناس تغيرت يعني بطريقتها بلبسها بمعيشتها بأعمالها، أصبحت الحياة تحولت إلى جانب بقى المصانع والمشروعات، ومشروعات كتيرة جدا يعني تم تناولها، ومعروف كل يوم الرئيس بيفتتح طرق، بيفتتح مصانع، بيفتتح مزارع سمكية. فمصر إن شاء الله يعني في طريق إنها تصل لمرحلة عالمية من الدول الأولى المتقدمة اقتصاديا إن شاء الله. أنا حابب أقول بس إنه المواطن البسيط اللي في الشارع شايف إنه مفيش حاجة بتحصل، يعني مفيش تطور ملحوظ بالنسبة له. فأنا بس حابة أقول له إنه ما ينفعش نصبر نفسنا بشوية حلول بسيطة نمشي بيها يومنا، لأن إحنا المفروض نبص لقدام. إحنا دلوقتي الدولة بدأت تقف على أول عتبات التطور والتقدم، بقينا الناس عارفة مين مصر. مصر دي دولة في شمال أفريقيا بتعمل كذا وكذا وكذا، صوتنا سمع في كذا حتة في العالم. فما ينفعش نسيب الحلول البسيطة اللي تقضي يومنا وإحنا عاملين خطة للمستقبل نطلع بيها لقدام. دي الفكرة. أنا ممكن أضيف حاجة؟ اتفضل. سيادة الرئيس الله يعينه الوحيد اللي قال كلمة واحدة في برنامجه الانتخابي، قال أنتوا هتشتغلوا معايا، ما قالش هعمل إيه هيسوي إيه، قال انتوا عايزيني هتشتغلوا وتتعبوا معايا، انا مش هعمل حاجه لوحدي، فانتوا كلكم هتشتغلوا معايا. وبناء عليه احنا خارجين يا ضحى، معلش انا عشت عصر عبد الناصر، وعشت عصر السادات، وعشت عصر مبارك كامل، خارجين من قولي 50-60 سنه، قولي 50 سنه، 50 سنه كنا بالرمم، كنا باللزق بالبلدي كده، كان الشارع يبقى عايز توضيب داخلي وتحتي بنية تحتية، كنا نجيب قشرة الأسفلت ونعملها تقع تاني وتتهدداني زي عفوا أكلمك في طرق معينة، طرق معينة. طب ممكن بس قبل ما تكمل نقطتك، لأن احنا معنا المداخلة، ماله اتفضلي. سيادة اللواء عبد الصمد سكر استاذ القانون الدولي والخبير الامني، اتفضل. يا اهلا وسهلا يا سيادة اللواء. اهلا وسهلا. اهلا سيادة اللواء. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. الله يبارك فيك يا رب. انا طبعا سعيد بهذا الاتصال، بنتكلم على مرحله من المراحل الطيبه في عهد وفي عصر الدوله المصريه. واسمحوا لي ان انا الصوت مش واضح. هو معلش بس الصوت مش واضح يا سياده اللواء. صوت كده كويس؟ ايوه تمام كده. تمام. يمكن احنا حضراتكم احنا حاليا انا دايما انا بقول ودي ليست مجامله ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انا بعتبره هو باني نهضه مصر الحديثه. صح. ان هو بالفعل خلال فتره وجيزه من الزمن احنا شفنا الكثير من الانجازات التي تحققت على ارض الواقع، وده كان امر يمكن بعيد المهال ان احنا كنا ممكن ان احنا نحققه يمكن على مدار 50 أو 60 سنه، ودي حقيقه. بالظبط. ان حضراتكم لو في كافه المجالات، يعني يمكن سياده الرئيس منذ توليها السلطه وهو سعى لحل الكثير من المشكلات والازمات اللي كانت بتواجهها مصر في مختلف المجالات والقطاعات. ويمكن احنا حضراتكم لو تكلمنا يمكن لا يسعنا الوقت في ان احنا نتكلم على العديد من الانجازات والمشكلات التي واجهها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن انا بعتبر هي من ابرزها مثلا موضوع بتاع عجز الطاقه والكهرباء، اللي اصبحت مصر الان تعد من اكبر الدول المصدره للطاقه بفضل التخطيط السليم لهذا الامر. نحن عندنا يمكن انشانا محطه شركه بتاع شركه سيمنز، وبعد بعدها دخلنا وحدات اخرى كثيره جدا علشان
اجمالي القدرات بتاعتها يمكن تجاوز الحد كبير جدا، ممكن نكون دخلنا في 20,000 ميجا وات تقريبا. طبعا بالاضافه الى ان احنا ودعنا العصر بتاع انقطاع التيار الكهربائي، كانت مصر كنا بنعاني منه القمرين، واصبحت مصر حاليا بتصدر طاقه كهربائيه لبعض الدول العربيه والاوروبيه. حضرتك ايضا ان احنا في هذا المجال ايضا تنميه واستخدام الطاقه اللي هي اللي بتقال الطاقه المتجدده على الشبكه القوميه للكهرباء والربط الكهربائي، يمكن عملنا مع السودان ومع السعوديه والاردن وباقي عديد من الدول الاخرى ايضا. اكتشافات الخاصه بالغاز الطبيعي ما شاء الله في عصر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن تضاعف الاعتراضات المضافه من هذا الاكتشاف الى امور شيء كبير جدا، شيء طيب جدا. على غضون يمكن سنوات قليله قبل حكم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن احنا تم انجاز حوالي يمكن ما يفوق ال 11,000 مشروع، اتكلفت يمكن ما يربو على ال 2 تريليون جنيه مصري. ايضا مساحه الافدنه الزراعيه، الرقعه الزراعيه اللي زادت ما يقرب من 200,000 فدان في المساحه الزراعيه في مصر. ايضا احنا شاهدنا يمكن انعجاز انخفاض العجز التجاري اللي كانت بتمر به مصر. شفنا ايضا مزارع سمكيه، شفنا مدن جديده، يمكن 13 مدينه جديده، شفنا صور زراعيه جديده في المجال الزراعي، شفنا رؤوس ماشيه تفوق المليون راس ماشيه. الطرق اللي انجزت يمكن حوالي 8,000 كيلو متر مربع طرق، كباري جديده بشكل يمكن ملحوظ للجميع، والطفره اللي حدثت طرق اقليميه دوليه وبريه الى اخره. عندنا ايضا انخفاض معدلات البطاله اللي كانت موجوده. يمكن سياده الرئيس بدا بخطوات اصلاح اقتصادي وفقا لخطه معده سلفا وللتغلب على عجز الموازنه، ودي بالفعل هو نجح فيها ونجحت فيها الحكومه الى حد كبير جدا جدا جدا. بنعترف بنقول فعلا ان برنامج الاصلاح الاقتصادي ده كان يعد برنامجا شديد القسوه لمعالجه اثار سنوات، يمكن سنوات طويله، من السلبيات المجتمع المصري مر بيها. وبالمناسبه دي تسمحوا لي ان انا بنوجه تحيه لكل المصريين على تحملهم برنامج الاصلاح الاقتصادي، لان بالفعل الشعب بالفعل كان له دور ايجابي كبير جدا 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 مع الحكومه المصريه مع سياده الرئيس، وهذا الامر انا بعتبره ثقه كبيره جدا جدا من الشعب في قيادتهم، ان هم على استعداد تام ان هم ممكن يتحملوا الكثير والكثير والكثير، طالما ان هناك استشرافات واستشراقات عديده بيراها المجتمع المصري والمواطنين لانجازات متعدده قام بها سياده الرئيس. الجزئيه انا اللي انا بعتبرها في بامانه، وانا كمتخصص في مجال القانون الدولي، يمكن ان احنا بالفعل انا بعتبر من اهم ما قام به سياده الرئيس السيسي هو الخطوات التي تم اتخاذها بشان استقرار الاوضاع الامنيه داخل الدوله المصريه. واستقرار الاوضاع الامنيه داخل الدوله المصريه لم ياتي طفره، ولكن هو بدا بالفعل حينما كان سياده الرئيس وزيرا للدفاع. حينما كان وزيرا للدفاع بالفعل احنا شفناه ان هو قام بزياره العديد من الدول لتنوع مصادر السلاح، عزز قدراتنا العسكريه، ودي كانت اهم انجاز انا بعتبره بعيدا عن كل ما تحقق من انجازات، اهم ما قام به سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل هو تعزيز القدرات المصريه. ليه؟ لان هناك صراعات اقليميه ودوليه تحيط بالدوله المصريه، وبالتالي احنا راينا جميعا ان القدرات العسكريه ادت وفرضت نفسها على ارض الواقع، بان من كان يريد النيل من مصر ومن كان يريد انتهاك الحدود المصريه تراجع. وفرض الرئيس السيسي بفضل سياسته ودبلوماسيته البارزة فرض سياسة الحل الدبلوماسي وليس الحل العسكري في القضية الليبية، التي اعتبرها بأنها تعد من أكبر المشكلات وأكبر القضايا التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية.
فتحية إعجاز وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقواتنا المسلحة المصرية الدرع الواطي لحدودنا الخارجية ولأمننا الداخلي، وأيضا لقوات الشرطة البواسل رجال الشرطة اللي احنا شفنا قد إيه هم حارسين كل الحرص وبيضحوا بأرواحهم من أجل أمن واستقرار الوطن ومن أجل النهوض بكافة المجالات. كما قلنا من قبل بأنه لا يمكن أن يتحقق تقدم في أي مجال من المجالات سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية أو الثقافية إلى آخره أو الاستثمارات بدون أن يكون هناك أمن بالفعل. فالأمن والاستقرار يعد هو الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ولكافة المجالات داخل الدولة. بالظبط يا سياده اللواء، نشكر حضرتك جدا جدا على مداخلتك وبجد وفيت في الكلام. شكرا يا سياده اللواء. استاذ نجاح، حضرتك كنت بتتكلم قبل الفاصل قبل المكالمه المداخله عن حضرتك ان ايام عبد الناصر وكنا بنرمم وبنقوم بالدوله دي حقيقه. كمل سياده اللواء عبد الصمد دلوقتي قال كلمه ايه؟ متفق معايا. انا احنا بنصلح اخطاء 50 سنه زمن فات، فانا عشان اصلح الاخطاء دي لازم امشي بالتوازي. انا عندي مفيش كهرباء يبقى لازم اعمل كهرباء، مفيش ميه تكفيني الحصه بتاعتي ال 55 مليار متر مكعب دي كانت ايام ما كنت انا 40 مليون مواطن. دلوقتي انا عديت ال 100 مليون مواطن. فانا سيبك بقى من مشاكل صد النهضه واللي مش هتاثر علينا في اي حاجه ان شاء الله. انا لازم اتجه لتحليه المياه بالظبط، ما استخدمتهاش في شرب هستخدمها في زراعة، في ري. يبقى انا وفرت جزء من مية الحلوة بتاعت النيل استعواضا بالمية المالحة وتحليتها في زراعة في شرب في قرى في مدن ما اقدرش اوصل بيها النيل، لان خلاص احنا دخلنا انفتاح معماري شامل. دلوقتي كل رقعة في مصر بتتم ازاي بقى، وده العبقرية بتاعت التخطيط. أنا بعمل مدينة سكنية، بعمل مدينة سكنية كاملة المرافق، الجامع، المدرسة، السوبر ماركت، بما معنى السوبر ماركت كل مستلزماتي. طب أنا في زراعة جنبي، في صناعة جنبي، وخاصة في دول في قرى الدلتا والصعيد والحاجات دي. أنا باخد المصنع المنتجات الزراعية بنشئه، وعندي المدينة السكنية كاملة بأحدث نظم فيها وأحدث المرافق. يبقى أنا عملت المصنع والمزرعة والسكن، هنا عملت مجتمع متكامل ما بين صناعي زراعي سكني. فأنا متفق مع سيادة اللواء إحنا. طب أنا المواطن ما حسش ليه؟ طب أنا آسف، يعني أنا آسف فعلا. كان مبارك، بلاش مبارك، في العصر السابق، في العصر السابق انا اسف جدا، يعني موضوع مبهم. كان المواطن مش حاسس بغلو البنزين ولا السولار ولا الكهرباء، كان في دعم كامل ليه. طب انا بدعم الحاجات دي وادعم بطاقه التموين كذا وكذا وكذا، كل شيء رخيص وحاجه. انا الشارع اللي ماشي عليه وعربيتي مليانه من البنزين، الشارع اللي ماشي عليه متكسر وبيعمل كان حوادث، كان اكبر حوادث على مستوى العالم. احنا مصر اكثر الطرق في العالم، دي حقيقه يا استاذ هشام. دلوقتي قلت نسبه الحوادث الى يمكن 60% الى يعني اللي بتباهى بالسرعه الطائشه زي ما بيقولوا احنا هنعمل له ايه، لكن المعتدل قلت حوادثه ل 60%. الحادثه دي مش مجرد حادثه، لا ده حادثه بشريه بتقلل الامكانيات البشريه، بتقلل امكانيات الصناعه نفسها، بتقلل كذا وكذا وكذا. فكان في فاقد مع الحادثه الواحده كذا شيء في صوره حادثه واحده، هل هي فاقد مادي، فاقد معنوي، فاقد عائلي، فاقد طريق نفسه بتكسر. ما انا محتاج بكل القرار، يعني الزعماء اللي قبل كده كان كل واحد ليه طبعا
خصوصياته وقراراته. فطبعا الرئيس مبارك كان طبعا الراجل كان همه هم الشعب، ولكن قراراته ما كانش عنده الجرأة ان ياخد قرارات بالمشروعات الكبيرة. لكن الرئيس السيسي يعني قال لك اصلاح اقتصادي خلاص هتصبروا معايا، كان عشان اخطر قرار مثلا. طبعا اصلاح اقتصادي ده في حالة انا اسف احنا استلمنا البنك المركزي كام؟ كم مليار؟ كان 8 مليار بالظبط. وجدا الله يسامحه ابن تميم خد 4 منهم في عز الشدة، خد 4 مليار، قال لك أنا عايز فلوسي عشان طبعا صراع مع الإخوان. لا الرئيس السيسي كمان مش بيواجه يعني إصلاح اقتصادي، ده بيواجه يعني مشاكل سياسية. برافو عليك. مشكلات سياسية على يعني أنا أشتغل في ليبيا، مشكلات السودان، السودان بتظهر فيها دلوقتي مشكلة كبيرة، يعني احتكاكات يومية بين إثيوبيا وبين السودان، السودان بتعرض للخطر و... لا بس أنا وقالوا إن إحنا مش هنسكت. قبل النقطة دي سعادتك يا أستاذ إسلام، أنا بحارب إرهاب تمام وبحارب تدخلات داخلية كل خارجية وتدخلات داخلية وفي نفس الوقت عجلة التنمية ماشية بدون طب في عز كل ده بالتوازي، في عز كورونا اللي الدول يعني ما قبل كورونا الدول الأوروبية أمريكا بتتعرض لانهيار اقتصادي ما قبل كورونا، بريطانيا ودول أوروبا شوف بقى مصر يعني لا بل جت جائحة كورونا زي ما بيقول إسلام بيه. كل ده والتنمية ماشية. طب هقطع كلامكم بس، معانا دلوقتي سياده اللي هو شبلة عبد الجواد رئيس قطاع مكافحه الارهاب بالمنظمه العربيه الافريقيه وقائد الشرطه العسكريه الاسبق. اهلا وسهلا. اهلا يا سياده اللواء. اهلا بيك. اهلا منور يا باشا دايما. ضيوفك الكرام منور دايما يا باشا. الله يخليك. اتفضل يا ريس. سياده اللواء كنا عايزين نعرف اكيد التطورات اللي حصلت في 6 سنين اللي فاتوا طالت وزاره الداخليه والجيش، فكنا عايزين نعرف احدث التطورات اللي حصلت في 6 سنين اللي فاتوا بالنسبه لما يخش الجيش يخص الجيش والشرطة. ما يخصهم في ايه بالظبط؟ كتسليح حضرتك. كتسليح. لا ازاي وقفوا على رجليهم؟ ازاي وقفوا على رجليهم حرب تاني؟ الإرهاب. ازاي قدروا يطوروا من نفسهم اكتر؟ هو احنا مش عاوزين نقول تسليح لان التسليح ده قصة كبيرة. ودي لها ضوابط كتير عشان، لكن هناك تطوير شامل القطاعين دول بصفاتهم ان هم مسؤولين عن مكافحة الارهاب الذي يغزو مصر من أحداث يناير الماضي، وبالتالي حصل هناك تطوير وتدريب جيد للقطاعين بالإضافة إلى التدريب العظيم اللي كان قبل كده. ولكن إذا بصينا النهارده القوات المسلحة والشرطة هم على أعلى كفاءة قتالية موجودة لمكافحة هذا الإرهاب الأسود الذي مش ينال مصر بس ولكن في العالم كله، واعتقد احنا شفنا النهارده امريكا وما تتعرض له، وده اللي حذر منه سياده الرئيس قبل كده ان هو الارهاب ده هيغزو العالم كله، وبالتالي كان لابد من وقفه كبيره جدا عندنا. وزي ما قلت لحضرتك في حلقه قبل كده ان مصر بتحارب الارهاب نيابه عن العالم. بالظبط. دي حقيقه يا سيدي. طب انت راي سيادتك يا سياده اللواء، يعني الكلام ده حضرتك تناولناه قبل كده، يعني انا كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه بمناسبه ان مصر لسه بتتسلم الغواصه اللي هي الشبحيه من يومين القوات الجويه، فده بيدل على ايه؟ يعني ان اكثر من غواصه وغواصه متعدده الاغراض، وطبعا بتدل على قوه القوات البحريه طبعا الثالثه على مستوى العالم. انت راي حضرتك ايه الامني والتنوع العسكري؟ لا شوف، هو انا عاوز بس اقول حاجه يا استاذ اسلام عشان ما نكونش ظالمين. القوات المسلحه دائما في تطوير دائم وفي تسليح دائم، مش الغواصه او غيرها. هنا المقصود ان كل لا دي اخر حاجه اخر حاجه استلمناها. انا عارف ان دي اخر حاجه وكانت اعتقد بتصنيع مصري مشترك. بالظبط. خدت بالك؟ وبالتالي ده يدل على انه هناك ان هناك نظره اخرى للقوات المسلحه في تسليحها وتطويرها وتصنيع بعض اسلحتها. الكلام ده من مده منذ ان تولى سياده الرئيس المسؤوليه، ودائما دائما بيسعى الى تنوع مصادر السلاح سواء في القوات المسلحه كافه او في اجهزه الشرطه برضو، اعتقد لها جزء كبير من تطوير عربياتها اللي كانت اصبحت باليه، وبالتالي النهارده لا في نقله كبيره جدا في القطاعين دول. بالظبط حضرتك. ليه ما تتعرض لها مصر زي ما حضرتك عارف؟
بالظبط بالظبط. المستقبل العسكري بقى، المستقبل الامني والعسكري لمصر ايه شايفه حضرتك يعني؟ شوف مصر امنه، مستقبلها زي ما حضرتك عارف في تنميه كبيره جدا بتتم في ظل حتى الظروف اللي احنا فيها. هذا الكلام لن يتم الا اذا كان هناك امن قوي، وهذا الامن بتحرسه القوات المسلحه وبتحرسه الشرطه المدنيه في الداخل، وبالتالي الدوله ماشيه في بخطوات سريعه جدا، ومعدل التنميه اصبح اكبر، ومعدل النمو اصبح اكبر، وبالتالي ده واضح حتى للمشاهد العادي اللي هو حتى ما بيتحركش من بيته، واضح قد ايه مصر بتتقدم، واضح قد ايه مصر بتجري وبتسابق الزمن من اجل تنميتها المستمره. وهقول لك حاجه يا استاذ اسلام ومذيعتك الجميله، ما فيش دوله في العالم بتعمل تنميه زي مصر الان. حقيقة حقيقة دي حقيقة. في ظل الظروف دي كلها مصر الوحيدة اللي بتفتتح مشروعات، مصر الوحيدة اللي بتعمل استصلاح أراضي، مصر الوحيدة النهاردة اللي لسه متعاقدة امبارح مع إحدى الشركات اللي هي سيمنز على القطار السريع اللي تعرض لهجوم. أنا نفسي بس من خلال برنامج ده أوضح نقطة للناس اللي دائما بيهاجموا الدولة المصرية على الفاضي وعلى العماد وعلى البطال وعلى غيره دون رؤية ودون فهم، زي ما سيادة الوزير نقل مهندس كامل وزير وضح امبارح. أنا شفت كتير عمالين ينتقدوا 360 مش عارف مليار، الراجل طلع وضح بمنتهى الشفافية بالتفصيل يا سيادة اللواء، بالتفصيل بالتفصيل الممل اللي قالها الراجل بالتفصيل الممل. صح، هناك ناس تقف ضد هذه الدولة. حقيقة ده شيء، هناك ناس كثيرة تقف ضد تنمية هذه الدولة. وعموما في 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 من خلال برضه هذا البرنامج احنا بنقول لن يستطيع أحد إيقاف تنمية مصر الشاملة في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة أنا بقول وقلت برضه الكلام ده من خلال البرنامج بتاع حضرتك قبل كده، إن مصر ما حدش هيقدر يوقفها، مصر ماشيه بطريقه الصحيح، ماشيه بطريقه السليم، مصر كانت عجزت وما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 6 سنوات لن ما شافتوش مصر من 50 60 سنه. طب يا سياده اللواء احنا يعني زي ما عندنا كان عندنا خطر على الحدود الغربيه في ليبيا، اصبح عندنا خطر من ناحيه الجنوب مع السودان واثيوبيا، انت شايف الخطر الجديد ده ايه يعني، وخاصه المناوشات اللي بتحصل بين الجيش الاثيوبي والسوداني والتعديات من الاثيوبيين على السودانيين بيمثل لنا ايه؟ ومصر طبعا يعني ادت يعني بيانات في هذا الامر ان طبعا غير موافقه على هذا الكلام، ده بيعرض امن مصر من ناحيه الجنوب للخطر، ولا انت شايف ايه؟ لا 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 خالص، الخطه كلها باختصار شديد هناك ضغط من كذا دولة، ولأن أنت عارف أن مصر بتتعرض لضغوط كثيرة من بعض الدول ومخابراتها، وهناك ضغط لم ينجحوا في الشرق ولم ينجحوا في الغرب فتوجهوا إلى الجنوب. خدت بال حضرتك؟ توجهوا إلى الجنوب بضغط، أنت عارف أن تركيا لها قاعدة في الصومال طبعا، وعارف أن تركيا لها استثمارات كبيرة في سد النهضة بالظبط، تمام؟ طبعا. فهناك ضغط من هذه الجهه من اجل هذا الكلام، انت عارف ان مصر عامله خط احمر في ليبيا، وقوات تركيا موجوده في ليبيا، فهناك ضغط في هذه السكه، الكلام اللي انا بقوله ده كلام واضح ومباشر، يعني بمعنى اخر احنا عاوزين ليبيا قصادها سد، يعني انت فاهم الكلام، هذه المناوشات وهذا الضغط المستمر من الجنوب للتأثير على ليبيا، يعني احنا موجودين في ليبيا، يعني بمعنى اصح سيب ونسيب، وانت عارف ان اردوغان دلوقتي بيحاول بيتقرب الى مصر باي طريقه وباي شكل، ولكن القياده المصريه ترفض هذا الكلام. وعاوز اقول لك حاجه، اذا كان هناك ضغط في الجنوب السوداني مع في السودان مع اثيوبيا فهذا لن ينال من مصر، احنا حدودنا مؤمنه جيدا. انت جزيره سواركن ما هي البشير اداها لاردوغان هديه يعمل فيها قاعده، يعني ليه يد في السودان برضو. الارض اللي عليها نزاع قوي، عفوا سياده اللواء، الارض اللي عليها نزاع حاليا دي اصلا ملك السودان.
طبعا ملك سوداني، ملك السودان طبعا فعليا، وان شاء الله احنا ورا الجيش السوداني وبندعمه. هذا الكلام يا استاذ اسلام، هذا الكلام كله زي ما بقول لحضرتك، هناك ضغط من كافه الاتجاهات، لم تنجح ضغوطهم على الحدود البحريه، لم تنجح ضغوطهم على الشرق، لم في الغرب، وبالتالي اتجهوا الى جهاز الجنوب بدفع بعض القوات. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، قبائل التجرية شغاله دلوقتي ضد الحكومه الاثيوبيه لا لشيء، ولكن ان ابي احمد مسنود على تركيا وباستثماراتها وبهذا الكلام، وفي الاخر لن ينالوا شيء، لن ينالوا شيء لا من السودان ولا من مصر. وبرضه عاوز اقول السودان امن قومي لمصر. شكرا. الجنوب السوداني امن قومي لمصر. شكرا. تحيه قبل ما نختم معاكم، تحيه لابطالنا الموجودين في كل ربوع مصر. شكرا لحضرتك، امتعتنا دايما. كل الشكر. شكرا يا سيادة الاعلام. شكرا. كل الشكر. نطلع فاصل ونرجع نتكلم كلمه ثانيه في الانجازات. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا عن اخر الانجازات اللي تمت في مصر في اخر 6 سنين. معانا تقرير صغير كده نعرضه لاهم الانجازات سريعا ونرجع لكم تاني. اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن. الحفاظ على مصر هو قسم السيد الرئيس الذي تضمن الحفاظ على كرامة أبنائها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء سريعاً في مشروعات قومية ضخمة لتحقيق إنجازات كبرى في مجالات يصعب أن يتخيل أحد أنها تحققت في 6 أعوام فقط. ست سنوات من الإنجازات عادت لمصر خلالها شمسها الذهب. مصر عادت شمسك الذهب تحمل الأرض. فنفضت عنها غبار سنوات من الإهمال، توقفت خلالها قاطرة التنمية وتقطعت بها السبل. بدأ الحلم في يوليو من عام 2014 ليتخطى الواقع كل الآمال ويفوق حدود الخيال، لنرى نحو 25,000 مشروع في مجالات التنمية المختلفة بقيمة تبلغ أكثر من 4 تريليونات جنيه مصري. لتشهد الفترة من يوليو من عام 2014 وحتى ديسمبر من عام 2019 الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16,000 مشروع تنموي وخدمي في كافة القطاعات بتكلفة كلية تقدر بنحو 1,200,000,000,000 جنيه. وتستمر عجلة الإنجازات في دورانها، ومن المنتظر تنفيذ 9,000 مشروع بتكلفة كلية بلغت 1,000,000,000,000 مصري. تصدر قطاع البترول والثروة المعدنية باقي قطاعات الدولة بعدد مشروعات بلغت 326 مشروعاً وبتكلفة كلية بلغت 1,100,000,000,000 جنيه.
من بينها 97 مشروعاً جرى الانتهاء من تنفيذها وبتكلفة إجمالية بلغت 1 تريليون جنيه، فضلاً عن 229 مشروعاً جاري تنفيذها بتكلفة بلغت أكثر من 47 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 و2021. في قطاعين كانوا متصدرين أو قاطرة التنمية في معدل النمو الاقتصادي المصري، كان عندنا قطاع التشييد والبناء وعندنا قطاع الاستكشافات البترولية، اللي كان آخر حاجة حاليا أن تم ضخ 432 مليار دولار لعقد تنفيذ مشروعات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي. طبعا قطاع التشييد بيرتبط معاه العديد من الصناعات زي صناعات الحديد والصلب والأسمنت والمعدات والأجهزة المستخدمة في تنفيذ المشروعات القومية. قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي يخطو بثبات نحو إنشاء محطات الطاقة النظيفة والمتجددة بعد سنوات عانى فيها المصريون من الظلام، وتم تنفيذ 538 مشروعاً بتكلفة بلغت 387 مليار جنيه، وجاري تنفيذ 47 مشروعاً بتكلفة تزيد عن 88 مليار جنيه. كنا بنعاني من نقص شديد في الطاقة لفترات طويلة جدا، وكمان المصريين مش قادرين ينسوا ان في فترات احنا كنا بنعاني من نقص في التوليد الكهربائي. احنا وصلنا كمان ان احنا بقى بيكون عندنا فائض وابتدينا ان احنا نواجه جزء للتصدير. ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بحياة كريمة للبسطاء وأوفى بوعده، كانت النقلة في قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات. ناس ظروفها مش هتقدر، فإحنا بنقوله إن إحنا كلنا معاك وهنغير لك ده، مش هنسيبك تعيش هنا. حيث تم تنفيذ حوالي 1426 مشروع بتكلفة بلغت نحو 208 مليارات جنيه، وجاري تنفيذ 3696 مشروعا وبتكلفة وصلت إلى 830 مليار جنيه. كل اللي عملناه أصلا في الدولة في مصر في تاريخ الاقتصاد المصري في آخر 60 سنة، يعني من سنة من الستينات حتى 2014 إجمالية 20 مدينة، من 2014 لحد النهاردة 26 مدينة، يعني اللي احنا عملناه في 6 سنين ما تعملش في 60 سنة. احنا قدرنا فعلا خلال 5 سنين نبني فعلا 1,000,000 وحدة سكنية، وده رقم ضخم جدا، ده ما حصلش اصلا، وحتى السيد الرئيس كان يتكلم عليه قبل كده بدون ما يسمي الدولة التي سبقتنا في عدد وحدات السكنية اللي عملتها. أعتقد أن بالتقرير ده والمداخلات اللي فاتت مع سيادة اللواء عبد الصمد وسيادة اللواء شبل أوفينا ما يمكن أننا نستوفيه من الإنجازات اللي تمت الست سنين اللي فاتوا، وقد إيه الإنجازات دي ما كناش نحلم أن احنا نعملها، لأن بقالنا 30-40 سنة حرفيا راكدين ما بنعملش أي حاجة. فده في حد ذاته تطور كبير نشهد ليه للدولة بيه وللرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي. عشان ننهي موضوع الإنجازات، بصوا لقدام يا جماعة، وإن شاء الله بإذن الله الموضوع قدام هيتطور وهيبقى أحسن بكتير، بس إحنا هنصبر شوية حلوين. أستاذ إسلام، عشان نكمل موضوعنا اللي برضو يخص تطورنا كدولة، إيه هي التحديات الخارجية اللي بتقابل مصر دلوقتي من الدول المحيطة؟ والله إحنا عندنا تحديات يعني من دول كتيرة جدا، خاصة الدول المجاورة زي الأمن القومي الليبي طبعا، ده بالزبط. تحديات يعني تحدي غير طبيعي تشهده مصر، ولكن مصر طبعا بتقدر ان هي تقف ضد هذا التحدي. التحدي الجديد اللي هو من ناحية الجنوب اللي هي اثيوبيا، السودان طبعا واثيوبيا والمناوشات اللي بتحصل ما بينها. اما التحديات اللي في المنطقة زي التحديات الدور الإيراني في المنطقة، دور الإيراني وتدخله في العراق
تدخله في دول الخليج، تدخله في سوريا، ده تحدي غير طبيعي يعني. تحدي ولبنان طبعا، التحدي الايراني ده اخطر، انا بسميه اخطر من اسرائيل، من التحدي الاسرائيلي. اسرائيل لها اهداف واضحه، بل بالعكس اسرائيل هي بتحارب وبتضرب الجماعات وجماعه البلقان والناس اللي هم في سوريا والمتمركزين في سوريا، وبتضرب جبهة النصرة، بتضرب أماكن كتيرة جدا للبؤر دي في سوريا، بتحاربهم. لكن هم ليهم دور خفي، هم تعرف في حاجة اسمها المد الشيعي والتدخل الإيراني طبعا بالزبط. التاريخ طبعا معروف بحاجة زي كده. فطبعا مصر دايما بتحتاط من هذا الأمر. وزارة الخارجية ومصر أصدرت عدة بيانات وقرارات لعدم التدخل الإيراني في المنطقة، زي التدخل في العراق، تدخل في لبنان، إلى جانب التحدي الخارجي. التحدي الخارجي من بعض الدول الأجنبية اللي هي بتدعم الجماعات الإرهابية اللي عايشة هناك، زي بعض طبعا تركيا، ده دور معروف طبعا مفيش كلام، وقطر طبعا الدولة اللي هي راعية لهذا الأمر. ولكن بنسأل الله سبحانه وتعالى إن هي بعد هذه المصالحة إن تكون التزمت بشروط المصالحة. ولكن مصر أقرت إن هي لو ما التزمتش بالشروط خلاص تعتبر الموضوع كأن لم يكن. دي التحديات اللي في المنطقة يعني بتقابل مصر. طيب استاذ نجاح، ايه تعليقك على وضع مصر حاليا بين الدول؟ انا اظن ان احنا يعني تخطينا خطوه ابعد من الدول الناميه بشويه، لان احنا بقينا نقوم بالدوله بتاعتنا. ده حقيقي. احنا الحمد لله يعني في الطرق، مثلا في الطرق تعدينا من ضمن 40 دوله في العالم على مستوى العالم. لا، من 40 دوله على مستوى العالم. ده كان فين زمان؟ ما كانش موجود. دلوقتي في الغاز ما شاء الله ليس منتجين، احنا منتجين وتكرير غاز ونقل غاز وتصدير، ده ما كانش موجود. في الشق الصناعي احنا مثلا كنا بنتعامل بالخامات المحجرية وما شابه ذلك، احنا كنا نجيب المواد المحجرية دي ونبيعها خام. طبعا ده فاقد للقيمة المضافة نهائيا. دلوقتي بدأنا عملنا مصانع لجميع مواد الخام، بتطلع مصنعة من هنا، فهنا قيمة مضافة عالية تانية جت للدولة. ده ما كناش فكرنا فيه، كنا مثلا فوسفات نصدره زي ما هو، المنجنيز زي ما هو، الرملة الزجاجية زي ما هي. كانت تركيا احنا كنا بنصدر الرملة الزجاج ونستوردها ثاني من تركيا عبارة عن زجاج. دلوقتي الحمد لله احنا بنصدرها مكررة جاهزة على صناعة الزجاج. زي عندنا مصانع الزجاج بتاخدها دايركت على طول على الفرن للتصنيع. بالظبط. وفي حاجة تانية يا نجاح بيه، يعني انت عندنا يعني جهتين كبار جدا في مصر شاهدوا التطور غير عادي، اللي هي الهيئة العربية للتصنيع طبعا تحت قيادة الفرع منعم تراس، وانجازاتها في المصانع الحربيه والمدنيه، وكذلك وزاره الانتاج الحربي او هيئه الانتاج الحربي، اصبحوا الاثنين منافسات عالميه وبروتوكولات مع العديد من الدول الاوروبيه والدول العربيه لمواكبه الصناعه العالميه سواء المدنيه او الحربيه. ده حقيقي. انا بدات بالمواد الخام اللي كان مفقده عندنا مبالغ رهيبه بالمليارات لما كنا نطلعها خام، غير لما احنا طلعناها مصنعه جاهزه. زي ما بيقول الاستاذ اسلام، الهيئه العربيه للتصنيع والانتاج الحربي، لا ده بينا نصدر للدول الافريقيه، معظم الدول الافريقيه، سواء اسلحه سواء معدات يوميا. سواء بتشهد الهيئه بروتوكولات مع العديد من الدول الاوروبيه والافريقيه. احنا بدانا نصدر المدرعه ونصدر الدبابه، عندنا بنصنع الطياره الفرد واحد والفردين. أيوة. والمدرعات والسيارات الجيب مصنع بتصنعها وبتجمعها من سنه 95 في الهيئه العربيه للتصنيع في مصنع جيب. جميع طيارات التدريب لدول افريقيا احنا بنطلعها. طيب عشان خلاص حلقتنا تقريبا فاضل فيها دقيقتين بالظبط، بسرعه تعليق كل واحد فيكم عن نظره الدول الخارجيه والمتقدمه المتصدره في العالم دلوقتي لمصر ايه دلوقتي؟ انا هقول حاجه واحد. اتحسنت ولا لا؟ انا هقول حاجه. اللي يثبت كلامك ألمانيا، لما شركة سيمنز جت اتعاقدت معانا على توريد
المولدات الكهربائية أشياء المحطات. إحنا أخذنا قرض قدي منهم وتم خصم قدي وتم التشغيل قدي والإنجاز كان في قدي. السكة الحديد لما جت تعاقدت مع سيمنز على القطار السريع وهم أن 660 زي ما قال الشيخ الشبل مش على القطار السريع ده على 4 قطارات سرعة وعلى حوالي 18 قطار اللي هو الديزل العادي 120 كيلو و 125 كيلو غير محطات المترو وقطارات المترو. تمام. عملت ايه شركة سيمنز؟ هو في عجالة عشان الحلقة عجالة بتخلص هنطلع على التتر دلوقتي. عجالة عجالة ما شالت فائدة ضمان القرض اللي هو 12.5%. هو بص يا نوح هو الدولة العالم بينظر لمصر دلوقتي بالدولة العملاقة وبينظر الرئيس السيسي يعني بالقائد الحكيم اللي هو قدر يطلع بمصر لمستوى غير عادي. أولا كده كده مصر لها تاريخها ولها طبعا 7000 سنة ولكن مش تحسنت يعني طول عمرها هم بيحاولوا يشككوا في مصر وقعوا في مصر ولكن هي طلعت بسرعة الصاروخ في ظل مش هتقف تاني إن شاء الله مش هتقف إن شاء الله مش هتقف تاني بإذن الله إن شاء الله. معلش الحلقة خلصت بسرعة كان نفسنا نتكلم أكتر من كده بكتير. كان معاكم أستاذ نجاح رضوان الصحفي السابق ومعانا أستاذ إسلام شريدح رئيس تحرير الشبكة العالمية للأخبار وكان معاكم ضحى نجاح في برنامج أنا وضحى. استنونا كل يوم اثنين الساعة 3 العصر على قناة الصحة والجمال.